السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خدنا درس اسم الفاعل، إن شاء الله النهاردة هنتكلم كمان عن درس قراءة جميل جداً بيبين لي أهمية الوقت زي اللي هو درس الحياة دقائق وثواني. تمام؟ طبعاً أنت خدت درس شبيه ليه في سنة تانية اللي هو الكنز قبل أن يضيع، اللي هو كان برضو بيتكلم عن الوقت، وفاكرين طبعاً القول العربي المأثور الوقت مع كده كالسيف إن لم تقطعه قطع، وفاكرين طبعاً مقولة زكي نجيب محمود لما قال من الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك أفضل من أن تضيف سنوات إلى حياتك، وبرضو مقولة شكسبير الجميلة اللي هو إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل. دي كلها كانت مقولات في الترم في السنة اللي فاتت الترم الثاني، كانت بتتكلم عن أهمية الوقت برضو، والنهاردة بنكمل برضو درسنا عن أهمية الوقت وإزاي الإنسان يقدر يدير وقته ويستفيد بيه، لأنه من الأشياء اللي هيحاسب عليها الوقت. طبعاً إحنا في العصر اللي إحنا عايشين فيه في كتير بيدوروا إزاي يقتلوا وقت فراغهم، وطبعاً دي كارثة. المفروض أنا بستفيد من وقت فراغي استفادة كاملة، وهم مش عارفين إن حياة الإنسان بتقاس بهذا الوقت، وإن الثانية من عمر الوقت قد تنجز عملاً يفيد البشرية مدى الحياة. تمام؟ وعارفين طبعاً أن في طليعة الشعراء اللي هم اتكلموا عن أهمية الوقت كان شاعرنا أمير الشعراء أحمد شوقي، كان من طليعة يعني من مقدمة أو من أوائل الشعراء الذين ألمحوا أو أشاروا إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق، حيث قال البيتين المشهورين بتوعه دقات قلب المرء قائلة له، شايفين قائلة فاكرين اسم الفاعل قائل على وزن فاعل من الفعل الثلاثي معتل الوسط اللي هو قال أهو، يبقى دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثان. فعمر الإنسان طبعاً بيقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية، يبقى عمر الإنسان بيقاس بالثواني وبالدقائق، وبيقاس بما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. هنا لما يجي يقول لي وقد ضرب العلماء، ضرب هنا بمعنى قدم، لما أقول ضرب اللاعب الكرة يعني رقل اللاعب الكرة، لكن هنا ضرب العلماء أروع الأمثلة، يعني قدم العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ، حيث التفكر، الدين دعانا للتفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. وقد قيل إن تفكر الإنسان ساعة خير من قيامه ليلة، طبعا إن الإنسان يفكر ساعة أفضل من إنه يتعبد يوم كامل. يبقى بالتالي هنا عشان يبين لك أهمية التفكر والتأمل وإزاي إنه ليه فوائد عظيمة على البشرية، وهنشوف طبعاً المثال عندنا نيوتن. والمعنى أنه بالتفكر والتأمل يبقى ما أثر التفكر والتأمل؟ واحد، يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة، دقائق اثنين وأخبار الكون، ثلاثة وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. يبقى التفكر والتأمل ليه ثلاث فوائد، هصل إلى دقائق المعرفة، هعرف أخبار الكون، هعرف كمان قدرة الإعجاز الإلهي معايا كده في الخلق والصنع والتهيئة. هذا النظام الدقيق، فاكرين النظام هتتعرب إيه؟ معلش بقى احنا ايه كل شوية بنرجع كده نخش في النحو كده شوية عشان اذكرك كمان بنحو الترم الاول، اسم اشارة بعديه اسم معرب بألف ولام بدل مطابق. تمام؟ والنظام الدقيق هنا نعت ألف ولام وألف ولام، والاسم الثاني يصف الاول، نعت مرفوع. هذا النظام الدقيق الذي استرعى انتباه العالم الاشهر اسحاق نيوتن عندما سأل نفسه سؤالا وكان في وقت فراغه، عالم وقاعد عنده وقت فراغ، قاعد تحت شجرة وعلى المقعد بتاعه بيتأمل وبيتفكر وبيبحث. لما سقطت التفاحة فوق رأسه بدأ يطرح مجموعة من الأسئلة، اتعلموا بقى طريقة البحث العلمي،
يبقى طريقة البحث العلمي إن أنا بفكر وبتأمل وأشعر بوجود مشكلة، بعد كده أبدأ أطرح أسئلة للمشكلة دي وأجمع المعلومات ليها عشان أقدر أصل لنتائج وأقدر أصل لابتكارات واختراعات جديدة ممكن تغير وجه البشرية. فسأل نفسه: لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ ولماذا تسقط على الأرض؟ ليه سقطت في شكل عمودي؟ ليه ما انحرفتش ذات اليمين أو ذات اليسار؟ لماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال؟ ولماذا لا ترتفع إلى، ليه ما طلعتش لفوق؟ ومن خلال تلك الأسئلة طبعا بدأ له برضو تاني هو وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية. طب فادتني بإيه نظرية الجاذبية الأرضية؟ إن الكتلة الأرض بتجذبها إلى أسفل، ماشي، وكل ما الكتلة هتزيد كل ما شدة الجاذبية هتزيد، تمام؟ فبالتالي نجحت بقى نظرية الجاذبية الأرضية ومع كده في أن يتخطى، يعني يتجاوز، يتعدى الإنسان مانع الفضاء الخارجي، حاجز الفضاء الخارجي، تمام؟ مستكشفاً الأرض، عشان لما يجي يقول لك هنا ما أثر وصول البشرية إلى نظرية الجاذبية الأرضية، يبقى تخطى الإنسان إلى حاجز الفضاء مستكشفاً الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، وكمان حركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. شوف كل ده جه من تأمل بسيط لكنه عميق ولحظة تفكر صادقة أفادت البشرية وخلد ذكره في سجل العلماء. إننا بعد هذا يجمل بنا، تمام؟ أن نسأل أنفسنا دوما كيف نستغل وقت الفراغ فيما ينفع ويفيد. إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها. خلي بالك قوي من الحقيقة دي، إن قليلا من الزمن، حضرتك كده توفر كده كل يوم كده جزء بسيط من وقتك تخصصه كل يوم، ها معايا، يخصص كل يوم لإنجاز، يعني لإتمام شيء معين قد يغير. وإحنا عارفين قد زائد مضارع بتفيد الشك، يعني مش أكيد، وقد زائد ماضي تفيد التأكيد، قد يغير، ممكن توصل مع قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. طبعا دي بعض المفردات اللي قابلتنا في الدرس، تنجز تنهم، التفكر التدبر، يتخطى يتعدى، محصنا محتميا، الماح توضيح، تنحرف يعني تغير في الاتجاه وطبعا عكسها تستقيم، تسبح تطير، وخلد يعني جعل ذكره باقيا وطبعا عكسها أفنى. ده درسنا، وطبعا ان شاء الله لما نيجي الفصل هنبتدي طبعا تقدم لي مجموعه من الاسئله ونتناقش بقى في الاسئله دي ونحل ونجاوب على كل ما يخطر في بالك حول درس الحياه دقائق وسوين. واشكركم والسلام عليكم.